دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة السر والدجنة بغرفة القاهرة والمتحدث الرسمي عن الشعب العام للسر والدجنة. الموضوع الخاص بارتفاع أسعار الوقود طبعا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات، لأن دي يعتبر من مدخلات الإنتاج، تكلفة الإنتاج. لما أجي أقول النهاردة مثلا إن تاجر التجزئة بيجيب الفراخ من المزرعة ب 15 جنيه، بيضيف عليها جنيه، هتزودها كمان نص جنيه نظر ارتفاع أسعار الوقود، يبقى هيزيد جنيه ونص. الجنيه ده النص ممكن يمثل أداء، ممكن يرفع الأسعار. إذا كانت ب 17 ونص موجودة حية هتتباع ب 18 ونص، ما في ارتفاع جنيه، أدي نمرة واحد. دي جزئيه اساسيه. اما الارتفاع في تكلفه الانتاج فهيكون فين؟ في فصل الشتاء، لان احنا بنستخدم وقود اكثر في فصل الشتاء. دي جزئيه الخاصه بارتفاع اسعار الدواجن، وده مهم جدا، لازم الناس تعرف ان طالما مستلزمات الانتاج ارتفعت هتؤدي الى ارتفاع المنتج النهائي. ده يمكن احنا نقول حاليا هترتفع الاسعار بالنسبه للحلقات الوسيطه، اللي هو من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، هتتابع فورا، لأن الراجل ده عنده سيارة بيشتري غاز أو بيشتري سولار، ارتفع السولار فبيحمل التكلفة دي على المنتج اللي هو راح يشتريه. أما بالنسبة للمزارع هتظهر الارتفاعات دي في فصل الشتاء للاستخدامات الأكثر لهذه المستلزمات الإنتاج، اللي هو سواء السولار أو سواء الغاز هيكون في فصل الشتاء. أما الآن مش هيأثر على الإنتاج بتاعنا في الارتفاع، لكن هيأثر في الحلقات الوسيطة. أي حد يقول غير الكلام ده مش ممكن حد يصدقه، ليه؟ لأن دي مستلزمات، أنا بترتفع الأسعار. النهاردة لو شكارة الأسمنت ارتفعت مثلا كانت بجنيه، بقت ب 10 جنيه، مش هيرتفع متر الشقة في أي مبنى؟ نفس القصة، الحديد المسلح لو ارتفع بيرفع الأسعار، فأي ارتفاع في مستلزمات الإنتاج بيؤدي إلى ارتفاع المنتج.